صديقاتي أصدقائي الكرام، الحلقة الحالية عن مثل ما أطلق عليها لقب شادية العرب سعاد محمد، وهي من والد مصري وتوفي لما كان عمره سنة. المطرب الكبير سعاد محمد، يعني تاريخ ولادته 2 فبراير 1926 ورحيلها عام 2011 ب4 يوليو. والحقيقة إذا منجي نستعرض أغنية، في عندك 3000 أغنية، ريبرتوار من 3000 أغنية، يعني تعاملت وبإبداع مع كافة الملحنين انطلاقا من العمالقة في ذلك الزمن، محمد القصبجي، رياض السنباطي، عبد العظيم محمد، بليغ حمدي، محمد فوزي، محمد سلطان، الموجي، والموسيقار فريد الأفرش. وهون محمد عبد الوهاب كان الوحيد الذي لم يلحن لها. إذا شوي رجعنا للزمن لما كان عمره بحدود 7 سنوات، أخذ بيدها والد المطرب الكبير المرحوم نجاح سلام، الأستاذ سعيد سلام، و آمن بموهبتها وصولا، طبعا هي سيرة ذاتية كتار من اللي عم يسمعون بيعرفوها، إلى بلدها الأصلي، لأنه عايش في لبنان، خلقت في لبنان في تلة الخياط، ولكن والدها من سكان لبنان ومصري من الصعيد. اللي بيتابعوا مراحل حياتها سعاد محمد، طبعا كان في غضب من عائلتها منعتها انها تغني، ولكن مع خيها الكبير مصطفى الامور تسهلت بشكل رائع، وكانت تجربة رائدة انها تسافر على مصر. والحقيقة اذا نجي نستعرض ريبرتوار اغانيها اللي خلتها فوق السحاب، من اوعدك اللي لحنها محمد سلطان وكتب كلماتها محمد مجدي نجيب، الى بقى عايز تنسان اللي عم نسمعها برفقتي هلا اللي كتبها عبد العزيز سلام ولحنها فريد الاطرش، الى وحشتني من الحان خالد الامير، الى مظلومه يا ناس مظلومه اللي كتبها محمد علي فتوح ومن الحان محمد محسن في سوريا. وهناك دور أنا هويت وانتهيت لسيد درويش، وأغنية أنساك ده كلام اللي لحنها بليغ حمدي لأم كلثوم، غنتها سعاد محمد بحفلاتها، وغنت الأطلال للصنباطي لأم كلثوم، وغنت فتح الهوى شباك من الأغاني الرائعة، وغنت بإحدى اللقاءات لأنه صوتها وصلت أصداء لما كبرت إلى مصر، بطريقة أنه أم كلثوم طبعا على 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 ذمة الذين رووا هالشهيدة، أم كلثوم طلبت بشكل استثنائي من الشيخ أحمد زكريا الملحن العظيم انه يعمل زيارة للبنان ويتقصى بعض الحقائق عن سعاد محمد. ويقال كمان على ذمة الراوي انه لما زارهم في بيتهم استحبها بناء لطلب من احمد زكريا، اصطحبها سعيد سلام بولدها للمطرب بقلنا نجاح سلام إلى بيت صباح، حيث التقت نجاح سلام بنت ال7 سنوات بالشيخ أحمد زكريا، وطلب منها
قدم له هو صحيح الهوى غلاب. ويقال انه صدم وانبهر بصوت خيالي وقال له يلا لازم تكبري عشان تروح عنا مصر. وهون لما وصلت مصر طبعا كانت ب 12 13 سنة يعني بعدها بعمر بعدها بداية. يقال انه قدمت بعض الحفلات اللي غنت فيها لأم كلثوم مما شكل هاجس عند أم كلثوم، هاجس كبير حكينا عنه. هون الرواية أنا ما بتبناها بس الأكثرية بيحكوها إنه من كتر ما أحبت أم كلثوم إنك بعدها عن أجواء مصر وعن مزحمتها لأنه صوت جوهرة حقيقية، في اللي عنده الخبرة بالموسيقى بيعرف إنه تملك كل الطبقات، ولن أستعمل الكلمات اللي لها أربابها واللي لها الناس اللي دارسين الموسيقى، وأنا اللي الشرف كل إني أحد السميعة، ودائما عند السميع في حس سادسي ترتقي بعض مرات إلى مستوى الحرفية. بس يقال انه اوعزت ام كلثوم الى السلطات المصريه بانه سعاد محمد اللي كان بمشوار على مصر راجع على لبنان عم بتهرب مجوهرات، ولكن الذين يعرفون في العمق مدى هذا الموضوع بيعرفوا انه ام كلثوم بيعرفوا انه سعاد محمد هذه المجوهرات هي التي تملكها، ولكن بالجمارك ما قدرت أثبتت أن هذه المجوهرات لها. لذلك إجا أمر بحرمانها من العودة إلى مصر، وكان هالشي أخذ دوره من سنة 52 حتى سنة 60 لما ألغي قرار المنع، يعني 8 سنين أبعدت عن مصر. و الأغاني اللي ذكرتها من ساعة كل أغنية خلف منها حكايتها. من الأغاني مين منا اللي بينسى أوعدك اللي كسحت كل شيء؟ مين بينسى الغنية اللي عم نحكيها بعايز إنساني؟ مين قادر ينسى وحشتني وكم في ناس غنوها؟ مين بيقدر ينسى مظلومة يا ناس مظلومة اللي أول أغنية طلت فيها على الدنيا كلها ولحنها للفنان السوري الكبير محمد محسن؟ دور انا هويت وانتهيت. هلا قايدي بدي لانه السيد درويش يقال كمان انه بقدام الصحافي تساله لا موسيقار محمد عبد الوهاب ليه ما عم بتلحن لها لي سعاد محمد، كان جوابه على طول يا اخي كل مره بنسال عليه بيقولوا لي عندها ولاده انه بتولد كثير. هي صحيح جابت من 12 اولاد ولكن ما كان مبرر كتير، يعني لا لأنه بيعرف عبد الوهاب في الحس السادس اللي بيملكه وفي عقله الباطني وهو موسيقار الأجيال لما بيقول حرفياً، وأنا يعني كل الكلمة بطريقة بعيد عن الخفة تماماً، هو كان يطمح أنه يلحن في يوم من الأيام لأم كلثوم. ولما شاف أنه هناك صوت ينافس أم كلثوم من حب بكل درجات من درجاته، يعني عندنا دائما ذكر بالتاريخ العربي المعاصر انه في اسمهان وسعاد محمد من الاصوات النادري اللي شكلت نوع من هزل العرش لأم كلثوم. عبد الوهاب بالحس السادس اللي عنده انه هذه الفنانة في حال لحنت لها طبعا اللحن راح يكون يليق بسعاد محمد ومحمد عبد الوهاب، ولكن اكيد نجاح هذا اللحن راح يبعده لعبد الوهاب عن جو ام كلثوم، لان ام كلثوم كان بلش تحاربها. من ناحيه تاني بيسالوه كمان بيحاول، يعني هو قال لها مره بتلفن لها دائما كل ما تقدمت عمل كان بتلفن لها بلا انت فين ليه بتحرمينا، لما تجي بدها تتصل كان دائما ما يكون فيها التجاوب العظيم. بس مرة من اتصل فيها
وقدمت وقتها دور أبدعت في أنا هويت وانتهيت. يقال إنه قال لها أنت ظالمة لسعد محمد، بيقول لها بالحرف الواحد إيه الإجرام ده. هي بترتجف إنه شو عم يحكينا عبد الوهاب، أي إجرام أي جريمة يعني شو عم تحكي. قال لها ده أنت مجرمة لأنه أديت الدور أنا هويت وانتهيت بطريقة سكرت على مطلق أي فنان آخر أنه يقدر يقدم هذا الدور. هذا هون الظلم، يعني طبعاً عن طريق المزح بعدين لما اتفق عبد الوهاب معها. ولكن بدي يكمل تأنهي وقول أنه كان عندها حلم سعاد محمد أنها تغني بدار الأوبرا، أوبرا القاهرة. وقبل ما تتوفي، لأن توفيت ب4 يوليو 2011، كان شيء رائع انه قدمت هو صحيح الهوى غلاب في دار الاوبرا، وهذه كانت امنيتها الكبيره لام كلثوم. على كل نرجع نقول هذه الفنانه العظيمه هي مفخره، اطلق عليها رياض صنباطي قيثاره الشرق، لقب قيثاره الشرق، وشاديه العرب مش عارف بالضبط مين الاطلق هذا اللقب، ولكن يكفيها شرف انه جمعت موسيقار فريد الأطرش إلى الموسيقار محمد سلطان إلى خالد الأمير إلى محمد محسن إلى الكلمات لأم كلثوم إلى محمد القصبجي إلى رياض الصنباطي، يعني كبار وعمالقة ذلك الزمن غنت مالحينهم. ودائما دائما أي في أي طبقة أو أي مجال وأي محل بدنا نحكي فيه عن الطرب الأصيل وعن الإبداع وعن الفنانة العظيمة عم تستلها العالم العربي، لابد دائما دائما أنها تنذكر ما بين الخمسة أو العشرة الأوائل عم تستوى العالم العربي في كل العصور سعاد محمد. يعطيكم الألف عافية.